الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين سبايا آل البيت في الكوفة، بعد أن حملت عقائل النبوة وحرائر الوحي سبايا إلى الكوفة، ومعهن الأيتام وهم مربطون بالحبال، وحملوا على جمال بغير غطاء، وقد عزفت أبواق الجيش وخفقت راياتهم، وكان منظرا رهيبا تهلع منه القلوب. وأهل الكوفة بين متسائل لا يدري لمن السبايا، وعارف يكفكف أدمعا ويضمر ندما لما حل بالبيت النبوي الكريم، ولما اكتسبت أيديهم وخدعت وعودهم سبط النبي صلى الله عليه وآله، وهم يرون أهله ونساءه سبايا، ورأس سيد الشهداء على رمح طويل، وأدخلت عقائل الوحي ومخدرات النبوة في قصر الإمارة، قد شهرت على رؤوسهن سيوف الكافر ابن مرجانه سليل الأرجاس، وحوله السفكة من المجرمين يهنئونه بالظفر ويحدثونه بجرائمهم التي اقترفوها يوم الطف، وهو جذلان مسرور يهز أعطافه فرحا وسرورا، وبين يديه رأس ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله، فجعل يضرب الرأس الشريف بقضيب وينكته بمخصرته: اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم العنهم جميعا، كما نسألك أن تعجل فرج وليك الإمام المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد.